ما فيك تقول دولة مسيحية وعم تدرس عن الاستعمار. الاستعمار هو مش مسيحي، بالعكس. ولا انه فيك يعني كتير مرات مع احباء المسلمين بيسترجعوا مثلا فكرة الحملات الصليبية. تصور انه الحملات الصليبية حتى في جزء من المسيحيين كان يحاربوا مع صلاح الدين، كان ناس من الغرب تيجي. بس برضو ليش؟ ليه ما بندرس التاريخ؟ هاي البلاد كانت مسيحية، إلها الحق أن تعبد الله في أقدس أماكن مثل كنيسة القيامة وكنيسة المهد. ولما بموت الآلاف فصار في غيرة، صار في غضب. وطبعا مين اللي ابتدى؟ يعني ممكن هاي عليها ديبيت كبيرة. بس مع كل هذا نحن كمان كمسيحيين بنستنكر الحملات الصليبية، مش هي بس، هي ردة فعل على ما حدث يعني للمسيحيين في الأراضي المقدسة. طب وبعد الحملات الصليبية يمكن صلاح الدين يمكن كان أشرف من كتير ناس، لكن اللي أجا بعده ماذا عن المماليك؟ ألا تدرس التاريخ كم حصدوا أرواح كثيرة؟ عشرات عشرات الآلاف من المسيحيين سفكت دماءهم. ليه؟ لأنه بيختلفوا عن عقيدة أخرى.